فهناك هجمات مستمرة بالصواريخ، آخرها البارحة أدى إلى استشهاد 5 أشخاص أطفال وأمرأة من أهلنا ومن عوائلنا بالنتيجة. هذه خلت بعض المؤسسات أو هيئات دبلوماسية تفكر بإغلاق سفاراتها في العراق، وأولها الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاتحاد الأوروبي كذلك يفكر يناقش موضوع إذا الأمن على المنطقة الغضاء غير متوفر غير قادر على العمل في العراق. وقالوا بكل صراحة هذا الموقف ليس من الحكومة العراقية، ليس ضد الحكومة العراقية، وإنما ضد ظروف البلد الأمنية، وهم غير قادرين على الاستمرار بالعمل في العراق. إغلاق السفارات يعني إغلاق التعاون الاقتصادي الثقافي العسكري في ظروف عندنا تحديات كبيرة في العراق.